معروف انه السكري وارتفاع ضغط الدم بسموهم القاتل الصامت لانه يدمر الخلايا وكثير بياثر سلبا على صحه الانسان. اليوم اخصائيه التغذيه رند الديسي رح تكون معنا لحتى تخبرنا 10 علامات اذا كانوا موجودين عندنا ممكن نكون بنعاني من السكري نوع الثاني. فخلينا نتعرف شو هالعشر علامات لانه كثير مهم ننتبه لها. صباح الخير رند. صباح الورد. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. كيف حالك؟ تمام وانت؟ تمام حبيبتي كثير منيحه. مزبوط. هلا بنلاقي انه السكري النوع الثاني اللي اغلب الناس بصيروا معرضين انهم يصابوا فيه بعد قد ايه؟ 50 60؟ العمر مش 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 فاكتور يعني مهم. بالعادة نحن بنقول انه بصيب الاشخاص بعد عمر ال 30 او ال 40 سنة. بس ممكن انه احنا نشوف في اشياء ثانية بتزيد من خطر الاصابة بالسكري بشكل اكبر خاصة عند الاطفال. يعني البدانة بشكل عام، زيادة دهون البطن ممكن تكون عامل رئيسي لانه نحن تو ديفلوب او يتشكل عندي مقاومة الانسولين اللي ممكن تؤدي الى السكر من النوع الثاني. ففي عندي كثير اسباب ممكن انه احنا يكون عندي سكري. وللاسف في كثير اشخاص بنصدم انه مثلا بيجي عندي حدا على العياده بيقول لي مثلا انا بنحف من كل المناطق بس بطني ما بيروح. هذا عارض انه انا عندي احتماليه كبيره انه عندي سكر بالدم او عندي ارتفاع بنسب السكر بالدم. فهاي اليوم اللي رح نحكيهم العشر الساينز العشر علامات للاسف ممكن الاشخاص ما ينتبهوا عليها لانها هي علامات عاديه وممكن تمرق بسهوله، بس اليوم رح نذكرهم عشان الاشخاص اللي عندهم 2 أو 3 أو اكثر من هاي العلامات خلينا اليوم نروح نفحص نسب السكر بالدم. اوكي كثير منيح كثير منيح. يلا اوكي لنبلش فيهم. نحن دائما بنعرف بالضبط الاولى، نحن دائما بنعرف انه زياده العطش زياده التبول بتكون سببها الرئيسي هو الاصابه بالسكري، وهذا الشيء صحيح. نحن زياده العطش وزياده التبول بالضبط. ليش بصير عندي زيادة تبول؟ هلا أنا بيكون عندي نسب السكر بالدم كتير مرتفعة، هذا السكر بالدم الكلى ما بيعرف كيف يتعامل معه فبصير يحاول يتخلص منه بأسهل الطرق اللي هي عن طريق البول، فبزيد نسب البول لنتخلص من نسب العالية من السكر. طبعا لما نحن نتبول بشكل كتير كبير خلال اليوم أكيد رح تزيد نسبة العطش، فأنا رح أصير أشرب مي أكثر لأعوض عن نسبة المي اللي عم يخسرها جسمي، فبيؤدي هذا الشيء زيادته إلى زيادة العطش وزيادة التبول. هلا ممكن شخص يقول لي بس ايش يعني كثير؟ كيف انا بقدر اعرف اذا انا كثير عم بفوت على التويلت او عم بتبول زياده عن اللزوم او لا؟ الطبيعي للشخص العادي هو من 6 إلى 7 مرات باليوم الواحد انه الشخص يتبول، في اشخاص ممكن تزيد عندهم الى 10 مرات بس هدول بيكون طول حياتهم هيك، مش صار في زياده فجائيه. لما يصير في عندي زياده فجائيه بتعيق حركات اليوميه، يعني مثلا انا قاعد بالشغل ومضطر اني اتبول هلا، او مثلا انا بالليل عم بفيق 2 أو 3 مرات، هون بعرف انه لا انا عندي احتماليه كبيره بمشاكل السكري. حلو. ثاني أهم عارض واللي هو زيادة الشعور بالجوع، مهما الشخص بياكل بضل حاسس حاله جوعان، يعني أنا تغديت وبعد ساعة أو ساعتين تغديت كمية منيحة حسيت حالي جوعان مرة ثانية، هون بيكون عندي سبب مشاكل السكر، الأنسولين غير قادر على إنه يفوت على الخلايا وهون نحن بيكون عندي مقاومة أنسولين أو جسمي ما عم بفرز أنسولين اللي هو النوع الثاني من السكري، فهون بيكون عندي مشكلة إنه الأنسولين مش قادر يفوت على الخلايا لحتى يعطيها السكر، فالسكر ما عم على الخلايا، الخلايا ما عم تقدر تستخدم السكر فعم تشعر بالجوع الدائم. فهذا الشخص بتغدى مثلا على الساعة 2 وعلى الساعة 4 بحس بالجوع المفرط كأنه أنا بدي أرجع أكل من أول وجديد. ثالث وأهم الأعراض واللي هو الشعور الدائم بالتعب، لما نحن خلايا تبعتي ما تقدر تاخذ السكر الموجود بالدم وكمان الجفاف بيؤدي الى الشعور الدائم بالتعب، فهدول الاشخاص بنشوف انه من كثره التبول ممكن يكون في كثير مرات خلال الليل ما بيقدر يرتاح، دائما عنده جفاف واللي بزيد من التعب وبقلل من الحرق بالجسم، فبحس الشخص ما عنده طاقه، دائما هزيل، دائما تعبان، بده ينام، فهون عندي بتكون كمان عارض من اعراض الاصابه بالسكري. كمان شغله كثير مهمه واللي هي عدم وضوح الرؤيه، مثل ما حكينا انه السوائل بتضلها تتغير بالجسم، يعني انا كثير بتبول عشان هيك السوائل بتضلها تتغير بالجسم. لما يضل يتغير السوائل المحيطه بعدسه العين ممكن يكون عندي هون مشاكل بالسوائل اللي بتؤدي الى التهاب او تنفخ عدسه العين فبتؤدي الى عدم وضوح الرؤيه. بس هاي عدم وضوح الرؤيه بتتغير، يعني بالاوقات اللي بيكون السكر مرتفع بالجسم بيكون في عندي عدم وضوح بالرؤيه، بس بالاوقات اللي الجسم بيتحكم بنسب السكر بترجع عندي الرؤية.
رؤية واضحة، يعني مرة واضح مرة مغبش مرة بالضبط 100%. خامسا في عندي خسارة بالوزن غير مبررة، يعني مش مقرونة لا مع دايت ولا مع رياضة. هاي خسارة الوزن مثل ما حكينا الجسم غير قادر على امتصاص السكر من الدم، فبصير يلجأ للدهن يكسر الدهون ليستخرج منها طاقة. خسارة الوزن ممكن تكون على شكل من 5 إلى 10 كيلو خلال 2 إلى 3 أشهر. إذا أنا ما عم بتبع نظام غذائي صحي أو لخسارة الوزن بالإضافة للرياضة أو ما عندي النية بخسارة الوزن، هون بيكون عندي مؤشر صحيح إنه خلينا نجرب نفحص نسب السكر بالدم. بس ممكن يكون عنده سكري ولسه وزنه كبير، يعني وزنه ثقيل ما نزل الوزن. طبعاً. هلا هدول الأشخاص بياكلوا زيادة. أوكي. بس إحنا عم نحكي إذا توفر إذا عند الشخص 3 أو 4 من هدول الأعراض. بالضبط. تمام. سادسا الحكة الدائمة، هدول الأشخاص ممكن يكون عندهم حكة على الجلد ما بيعرفوا ليش. مثل ما حكينا أنه نحن لما نخسر سوائل كتير من الجسم أكيد نحن بنخسر سوائل من الأعضاء بشكل عام ومن الخلايا وخاصة خلايا الجلد. هاي الخلايا لما تخسر السوائل بتؤدي إلى جفافها، فهدول الأشخاص بيشعروا دائما بالجفاف، بيشعروا دائما بالحكة على الإيدين وغير مبرر، يعني هن ما عندهم مثلا ردة فعل معينة تجاه أي نوع من الأكل أو من بالضبط من الملابس. كمان شغلة كتير مهمة واللي هم هدول الأشخاص بيكونوا عندهم أو معرضين أكثر للإصابة بأي نوع من الالتهابات الفطرية. الفطريات دائما بتعيش ببيئة فيها نسبة سكر عالية، فنحن بنشوف إنه بيكون عندنا ييست انفكشن أو التهاب فطري. هدول الأشخاص بينصابوا فيها وخاصة النساء بالتهابات المسالك البولية. فإذا صار عندي التهاب ريكورنت أكثر من مرة وما كان عندي هاي الالتهابات من قبل، كمان هاي فكرة جيدة إنه أنا أفحص نسب السكر بالدم. طبعاً في شغلة كتير مهمة بتصيب أشخاص اللي عندهم السكر من النوع الثاني واللي هو الدورة الدموية بتكون أبطأ من الأشخاص الغير مصابين بالسكر. هذا الإشي بيؤدي إلى بطء في التئام الجروح، يعني إذا أنا انجرحت بالعادة كان ياخذني 3 إلى 4 ساعات ليتشكل عندي تجلطات على الدم ليخبي الجرح، طول هذا الإشي أكثر من اللازم، هون أنا بكون كمان عندي مؤشر إنه احتمالية وجود ارتفاع سكر بالدم. تاسعا والأهم وبنشوفه عند كتير من الأطفال واللي هو بقع داكنة على الجلد، خاصة وين الجلد بينطوي، يعني ممكن نشوفها عند مثلا الكوع، ممكن نشوفها وراء الركبة، ممكن نشوفها على رقبة الأطفال، ممكن نشوفها عند مفاصل الإيدين. هذا بيكون كمان عندي مؤشر رئيسي إنه أنا عندي مشاكل بسكر الدم اللي بيؤدي إلى ظهور بقع داكنة على الجلد. مش نزيف تحت الجلد، لا، بقع داكنة غامقة، بقع داكنة بيكون الجلد لونه أسود أو ما إلا الأسود، مع أنه بقية الجسم مش لونه أسمر نهائياً. فهم بنشوفها بالعادة عند الأطفال البدينين، بنشوف أنه ممكن يكون عندهم بقع سوداء على الرقبة أو وراء الركب. حلو. آخر شغلة واللي هي كمان كتير أشخاص بحسوا فيها واللي هي تنميل بالإيدين وبالإجرين. مثل ما حكينا السكري بيؤدي إلى خفض مستوى الدورة الدموية عندي بالجسم، وأكثر مناطق بتتضرر هي الأبعد من القلب، عشان هيك بنشوف الإيدين والإجرين هن بالعادة اللي بيحسوا فيهم تنميل بسيط. هذا التنميل كمان ممكن يكون مؤشر على وجود ارتفاع بنسب السكر بالدم. أوكي. هلأ ذكرتي أنه مش ضروري كلهم، يعني مثلا لو 3 منهم لازم يتوجهوا ويعملوا فحص سكر الدم. صح. شو نوع الفحص؟ هلأ في فحص تراكمي، في فحص لازم يكون على الريق، شو أفضل فحص يعملوه؟ أوكي. هلأ بالعادة نحن دائما ننصح أنه يعملوا الفحصين مع بعض، اللي هو فحص التراكمي وفحص السكر الصيامي. السكر الصيامي لازم يكون اقل من او ما بين رينج 70 إلى 100، في ناس او في مختبرات بتقول ل 12 ساعة بالضبط كحد اقصى يعمل الفحص. اوكي. لو ما باكل اكثر من 12 ساعة ما بيكون الفحص دقيق، يعني اذا بضل صايم ل 16 او 18 ساعة ما بيكون الفحص دقيق. فيفضل انه يكون 12 ساعة فترة الصيام على معدة فاضية نعمل الفحص، ولازم الرينج يطلع ما بين سكر الدم يكون ما بين 70 إلى 100، وفي مختبرات بتقول إلى 110 مسموح. أوكي. أما السكر الصيامي أو السكر سوري التراكمي بينعمل مرة كل 3 أشهر، لأنه بيتغير عندي الهيموغلوبين بالدم مرة كل 3 أشهر أو الكريات الدم الحمراء اللي بيلتصق عليها السكر مرة كل 3 أشهر، ولازم يكون أقل من 5.9 لأنا ما يكون عندي مشاكل بالسكر. ما يكون أكثر من 5.9 كحد أقصى. شكراً رند. شكراً.